السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس محمود أحمد، مهندس ميكانيكا باور. بإذن الله نبدأ مع بعض في كورس الفاير فايتنج. هنتكلم عن محتويات الكورس. أولا هنتكلم عن هندي مقدمة عن الفاير فايتنج، وإيه هو الغرض من تصميم شبكة حريق أو مكافحة حريق، وإيه هو دور مهندس الميكانيكا في الفاير بروتكشن. هنشوف نتعرف على الاكواد. احنا بنشتغل الاكواد حسب كل بلد او البلد اللي شغالين فيها، كان كود الامريكي او كود المصري او كود السعودي. هنتعرف على الحريق، ايه هو تعريف الحريق، تصنيف الاشغالات. هنتعرف على انظمة مكافحة الحريق، ايه هو نظام الووتر سيستم، ايه هو نظام الجاس سيستم، ايه هو نظام باودر سيستم، ايه هو نظام الفوم سيستم. في نظام الووتر سيستم بينقسم الى قسمين، سواء مانوال سيستم او اوتوماتيك سيستم. المانوال سيستم اذا كان الفاير هايدرنت او الفاير هوز كابينت اللي هو كباين الحريق، هتعرف عليهم بالتفصيل ان شاء الله خلال الكورس. هنتكلم في الاوتوماتيك سيستم عن الويت سيستم او الدراي سيستم او الديوس سيستم او البري اكشن سيستم او الانتي فريز سيستم. ثم نمسك سيستم سيستم نتكلم عنه. هنتكلم عن مكونات الووتر سيستم. تكون من شبكة المواسير، السبرينكلر، زوم كنترول فالف. هنتكلم عن غرف المضخات سواء يوكي او ديزل او الكتريكال. هنتكلم عن خزانات الحريق وكيفية تصميمها. هنعمل تصميم لمشروع ما ونعمل عليه حسابات. هنشوف ايه الخطوات التصميم والحسابات. هندرس انظمة السبرينكلر المختلفة سواء دراي او ويت سيستم. هنشوف ازاي بنعمل ديزاين للبايب، وازاي بنختار الحوامل او التوصيل بين الشبكة وبعضها، سواء بين الكباين الحريق او الهايدرنت او من غرف المضخات. هنتكلم عن كباين الحريق، عن الفاير هايدرن، ثم السياميس كونكشن اللي هي الوصلة اللي بتزود المبنى او الدفاع المدني بيجي يوصل عليها لعربية الاطفاء، يزود المبنى بمية عند انقطاع او المية اللي في الخزان او في التانك تخلص. هنتكلم نهاية عن اختبار الشبك، بختبر الشبكة عن ضغط كام زي ما نص عليه الكود. هنتكلم عن بقية الأنظمة زي الجاس سيستم. هنتكلم عن طفاية الحريق. هنتكلم عن CO2 سيستم FM200. هنتكلم عن الفوم سيستم وعن الباودر سيستم. بإذن الله يكون كورس كلنا نستفاد منه وبداية موفقة إن شاء الله.